في الظروف التي تمر بها سوريا منذ سنوات تواجه الكثير من الأسر فرقة بسبب خروج الآباء بحثا عن الرزق خارج البلاد ولسحب عائلاتهم لتنضم إليهم في الخارج في دول تعتبر أكثر أمانا. ومن هذه الأسر كانت أسرة فتاة في 29 من عمرها تدعى إيمان العقلة التي غادر زوجها البلاد بحثا عن الرزق وقرر أن تنضم إليه زوجته الحامل بتوأم ثلاثي وأبنائه الثلاثة. أثناء رحلتهم ولحسن حظ إيمان التي كانت في شهرها السابع من الحمل كان هناك ترانزيت في دولة الإمارات، وخلال استراحتها في المطار وبسبب إرهاقها الشديد الذي لاحظه مسؤول في المطار حصلت إيمان على معاملة استثنائية مراعاة لظرفها الطارئ. دعونا نشاهد هذه التفاصيل. جينا على دبي دخلنا المطار تعبت ما تحملت أكمل السفر يعني، فدخلت المطار ثاني يوم وأنا جالسة على الكراسي في المطار ومع أولادي الصغار، بالصدفة مرة مدير الجوازات فسألني قال لي ليش جالسة أنت والأولاد، وشافني أني أنا تعبانة يعني كنت فعلا تعبانة يعني، فخبرت الموضوع قلت له أنا جاي من عمان وكنت مرة بس ترانزيت على بيروت وتعبت ما قدرت أواصل الرحلة يعني، فاقترح علي إني أعطيه بس اللي هو رقم الطلبات يعني طلبات الزيارة، وفعلا أخذ رقم طلبات الزيارة وما فيها يعني حتى ساعة رتبوا الأمور وطلعوا الزيارات. يوم طلعت الزيارات ما أبدا يعني ما تركوني إلا بنفس اليوم يعني طلعت من المطار وجيت أبوظبي، والحين الحمد لله يعني قبل أقل من شهر ولدت التوأم الثلاثة في أبوظبي، هم صحتهم إن شاء الله البيبين صحتهم أوكي يعني هم جو بالثامن ودخلوا اللي هي الحضانة تموا 10 أيام يمكن وبعدين طلعوهم الغرفة الثانية حق المراقبة يعني، والحمد لله الحين بخير يعني أمورنا بخير. أثارت هذه القصة تفاعلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا وحازت على العديد من التعليقات التي باركت لإيمان سلامتها وأثنت على سرعة تصرف السلطات الإماراتية. ومن التعليقات كان تعليق عيسى الذي غرد قائلا شيء مش غريب على الإمارات التصرف الإنساني والبديهي والمنطقي، الدولة المتحضرة تضع الإنسانية في المقدمة بطبيعة الحال. بينما علق مصطفى بالمقارنة وقال في دولة اسمها قطر لما لقت رضيع في المطار نزلت كل الستات من الطيارة وهانتهم واعتدت عليهم وكأننا في الجاهلية، وفي دولة اسمها الإمارات لما لقت سيدة في ظرف صعب ما فكرت بل أكرمتها وقدرت ظروفها وحافظت عليها وعلى أولادها. سامر ماذا غرد قائلا؟ قال هذه التصرفات تبني الحضارة، العلم موجود، الأخلاق موجودة، وراح يبقى الكارهين يراقبوا من بعيد بخوف وهم يسألون كيف تتفوق الإمارات.